هذا دور كبير يقوم بالمركز القطري للصحافة، الغرض منه هو تنظيم مثل هذه البطولة، والغرض هو إبراز الوجه المشرق للمركز ودور الفعال في أن يحتضن الكثير من المواهب سواء في كل المجالات، ومنها مواهب كرة القدم، من خلال إشرافه على تنظيم هذه البطولة التي كانت في الموسم القادم الموسم الماضية تقام من خلال تنظيم المؤسسة الصحفية نفسها، لكن هذا العام ارتأى المركز القطري بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للإعلام في أن يكون له دور فاعل ومميز من خلال تنظيم هذه البطولة، وهذا ما شاهدته هذا العام والله الحمد من خلال ما قرأته في وسائل التواصل أو من خلال الصحف بإشادة كبيرة بالتنظيم هذا مميز، وداعي المولى عز وجل في أن نوفق في العوام القادمة في أن نقدم أيضا صورة أكثر تميز وأكثر جمال بحول الله. مبروك لفريق وكالة الأنباء القطر الفوز، وهارلك لفريق الشرق، ودعواتي للفرق جميعا بالتوفيق المواسم القادمة إن شاء الله. ألف مبروك طبعا اليوم ختام البطولة، كلنا فائزين، وإن كان البطل هو فريق وكالة الأنباء القطرية، مبروك أيضا فريق جريدة الشرق فاز بالمركز الثاني وبالفريق المثالي، الأمور كانت كلها تسير على ما يرام. شكرا لجميع الفرق اللي حضرت هذه البطولة، شكرا للزملاء اللي تابعونا من بداية رمضان وحتى الآن، وإن شاء الله أن تكون هذه البطولة كانت على يعني عند حسن ظنهم، وبإذن الله نطور من لوائحها ونطور من قوانينها وجوائزها في البطولات القادمة، خاصة الحالية هي تحت مظلة المركز القطري الصحافي.